عشان نوصف أي موداليتي لازم نتكلم على نقط محددة. أول حاجة definition of modality، إيه اللي بيميز الموداليتي دي عن باقي الموداليتي التانيين، أو الموداليتي دي أساسا بتستخدم أي تايب من الانرجي في العلاج. تاني حاجة الكاركترستكس، وصف الموداليتي دي، نتكلم عن التايبس لو ليها أنواع، أو التايبس of التكنيكس of application نفسه. وبيبقى كمان بارامترز، ولما نتكلم عن بارامترز المقصود بها المتغيرات، وكلمة متغيرات يعني مثلا كل جهاز بيبقى ليه زي زراير أو كنترولرز. الكنترولرز دي هي اللي بتتحكم في الجهاز، يعني هي بتمثل متغير معين جوه الجهاز. يعني انت مثلا لو بصيت على جهاز التلفزيون هتلاقي فيه زرار بتحكم مثلا في ارتفاع الصوت وانخفاض الصوت، في كنترولر تاني مثلا بيتحكم في القناة، انت هتقدم القناة ولا تأخر القناة وهكذا. كمان في الموداليتيز او الاجهزة اللي احنا بنستخدمها في الالكتروثيرابي بيبقى ليها برضو كنترولرز او متغيرات بنعرف ان احنا ايه نتحكم فيها، زي مثلا نتحكم في مقدار الانرجي او الانتنسيتي اوف ذا انرجي اللي احنا بندخلها، او معدل الانرجي ده قد ايه، او مثلا المود او اللي هو هل الانرجي دي هتبقى دخلها باستمرار ولا هتقطعها، ولا مثلا هتتحكم في التايم بتاع الجلسة لو 5 دقايق 10 دقايق 20 دقيقة، على حسب الكيز او حسب الحالة اللي انت بتعالجها يعني. فانت ممكن تغير في البارامترز دي according to الكيز او according to severity of the case. البارامترز دي اشهرها مثلا، طبعا ممكن تلاقيها كلها في الموداليتي، ممكن تلاقي بعضها. عندك الانتنسيتي، عندك الفريكوانسي، طبعا الانتنسيتي بتقاس لو انت هتقيسها مثلا هتقيس انرجي ممكن تقاس بالواط، ممكن تقاس بالجول، ولو هي مثلا نكتك انرجي ممكن تقاس بالامبير، او هي فرق جهد مثلا ممكن تقاس بالفولت ان كان. بالنسبه للفريكوانسي، الفريكوانسي هو المعدل، طبعا المعدل يعني كم مره في وحده الوقت، او how many times per unit، لو how many times per second تقاس بالهرتز، يعني بنسميها دلوقتي هرتز، يعني لو الحاجة دي تكررت 5 مرات في الثانية دي معناها 5 هرتز. تالت بارامتر ممكن نتكلم عليه duration، وفي الغالب بتبقى الويف duration او البلس duration. ممكن التايمينج زي ما انا قلت، وقت السيشن نفسها او وقت الابليكيشن قد ايه، وكمان مع البرامترز عندنا كمان المود. تالت حاجة بنوصفها في الموداليتي هي الفيسيولوجيكال افكت. لما اتكلم عن الفيسيولوجيكال افكت المقصود بيه يعني الموداليتي دي هتأثر على التيشوز ازاي، او التيشو ريسبونس او لايف تيشو او السيلز بتاعت الجسم بتاعتنا هتستجيب للموداليتي دي ازاي، تمام؟ ولما تفهم الفيسيولوجيكال افكت ساعتها هتعرف ايه الحاجات او ايه الباثولوجيز او الابنورماليتيز اللي انت ممكن تستخدم موداليتي دي معاها عشان تعالجها، تمام؟ فبالتالي لو انت فهمت الفيسيولوجيكال افكت تعرف تقول بعد كده الرابع حاجه اللي هي الانديكيشنز او دواعي استخدام الموداليتي.